متتبعي لوسات تي في، معنا النجمه اللي دائما حاضره معنا برشلونه، لاله زهيره الرباطيه، الفنانه اللي جات تحيي معنا ذكرى مسيره الخضراء. مرحبا بك في لوسات تي في. الله يطول عمرك، تحيه كبيره لوسات تي في. تبارك الله. المغرب تحيه خاصه للمغاربه، والمغاربه كاع منورينا ومشرفيننا في اي بلاد. لاله زهيره، واحد الملاحظه، فيما كدير شي سهره دائما لو سوكسي، الجمهور كيبغيك بزاف برشلونه. الحمد لله، هذا فضل من عند الله، الله يحبب فينا خلقه. كان لي الشرف انني نعاود نحيي سهره في هذه البلاد السعيده، هذا شرف كبير وحب الناس ماشي سهل. اليوم الحفله عندها واحد طابع وطني كعيد، ربما شفتي يعني الجاليه، الابناء ديالنا الاسبان كيفاش كيعيشوا اجواء عيد المسيره الخضراء. تبارك الله عليهم، انهم احنا كاملين احنا كنحتفلوا بهذا اليوم العظيم، ولكن ان تقام حفله في بلاد ماشي في المغرب وهي مغربيه، تبارك الله عليكم، كنقول لكم تبارك الله عليكم. وكان لي الشرف انني نكون في هذا العيد اللي هي الصحراء مغربيه وديما تبقى مغربيه. لاله زهيره اللي معروفه بالاغنيه الشعبيه، اليوم شنو موجد لنا السهره؟ والله ما كنوجد البروغرام، انا يا بنت باب الله ملي كندخل عند الجمهور كنلقى الحماس كنعطي اكثر مع ان اللي عندي. في السهره الاخيره لاحظنا الجمهور كيبكي معاك، اليوم كنتمنوا ان شاء الله نعيشوا اجواء يعني وطنيه. شفنا الخطاب ديال سيدنا، الله يطول لنا في عمر سيدنا والله يحفظه ويخلي التاج فوق راسنا. اليوم غيكون نشاط، ولكن هو هذوك دوك الاغاني اللي كيبكيو انهم هما اللي كيطلبوهم، الناس اللي كيطلبوهم. انا الامر الله، انا تحت الامر اكيد. كاملين نقولوا الله الوطن الملك، ونخليكم تشوفوا الاجواء جميله جدا مع الفنانه الكبيره ديالنا زهيره الرباطيه. وتحيه للمغاربه كاملين من طنجه للقويره. تبارك الله عليكم. الصحه. مزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لوسات تي في.